شباب يسعد أوقاتك لأسباب موضوعية. يؤسفني خبرك أني ما راح أقدر أحضر تكريمي في المهرجان لأسباب موضوعية. شكرا جزيلا على التكريم، وسيبقى هذا التكريم نقطة مضيئة في مسيرتي الفنية. شكري الجزيل لحضرتك وللعاملين معك، ونلتقي على خير ان شاء الله. الى اللقاء. من سوريا الى سلطنه عمان، درع سبيحه ايوب التقديري درس المسرح كهوايه منذ بدايه الثمانينيات على يد الاستاذ محمد الخطيب من مصر، ومن ثم تمرس على يد المخرج العراقي الراحل الدكتور عفني كروم. ألف وأخرج ما يزيد عن 50 مسرحية، وله 7 كتب تم نشرها. كتب وأخرج مجموعة من المسرحيات التي شاركت بمهرجانات محلية ودولية. نال جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال التأليف المسرحي، وجائزة المسرح الخليجي، وجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وجائزة الهيئة العربية للمسرح، ووسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب من جلالة السلطان، وجائزة الآداب في مجال الثقافة. مؤسس ورئيس